كان وزير الصحة خالد عبد الغفار ونظيره التركي فخر الدين قوجة قد تفقد عددا من المصابين والجرحى والأطفال الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج بمعهد ناصر. اتفق الوزيران على إمكانية التعاون المشترك في تقديم الرعاية الصحية لضحايا الأحداث في قطاع غزة والذين تم إخلاؤهم ونقلهم لتلقي العلاج بجهود مصرية خالصة. هناك استنفار في هيئة الإسعاف وفي الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان لتوفير الحضانات اللازمة المتنقلة. صعوبة هذا الموضوع هو انتقال الأطفال الذين نعلم عددهم أكثر من 35 طفل، وهناك طبعا زيادة في الأعداد لأن هناك ولادات دائمة سواء بيعانون من نقص في الوزن أو الولادة قبل الميعاد أو بعد عدم اكتمال الرئة، فيعني موجودين على أجهزة التنفس الصناعي. الصعوبة في نقلهم من مستشفى الشفاء إلى المعبر، ولكن الجانب المصري مستعد بأكثر من 35 عربية إسعاف بها وحدات حضانات متنقلة. حتى وصول أي طفل أيا كان عددهم سيتم التعامل، وهناك خطة موضوعة لنقل هؤلاء الأطفال إلى مستشفيات شمال سيناء أو إلى أيضا مستشفيات خاصة بمنطقة القناة. وبالتالي نحن على تواصل مستمر، كل ما نتمناه أن نصل إلى مرحلة وجود الأطفال المبتسرين إلى المعبر، وسوف يتم التعامل معهم فورا. فإنه بعد الأحداث التي مرت منذ 7 أكتوبر الماضي، فإننا ومع زميلي السيد عبد الغفار نعمل بشدة وبشكل وثيق ومتضامن على المستوى الشخصي أو الفني، وما زلنا مستمرين في هذا التعاون.